من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، قامت شركة نرويجية بإنشاء أول مزرعة لتوليد الطاقة من خلال وضع طواحين الهواء على سطح البحر باسكتلندا. وتمتاز تلك التقنية باعتمادها على مصدر متجدد للطاقة وهو طاقة الرياح لإمداد حوالي 20,000 منزل بالكهرباء. وتم وضع الطواحين على عمق يصل إلى 800 متر تحت سطح الماء. ويتكلف المشروع الجديد 4 أضعاف التكلفة الحالية لتوليد الطاقة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكلفة من 40 إلى 60 يورو للميجاوات بحلول عام 2030.